عندي ثلاث بنات كلهم هم عندهم سوء تغذية من أول ما بدأت ببنتي الكبيرة. كانت حالة بنتي الكبيرة تعبانة جلد على عظم، يعني أول حاجة أني نفسيتي كانت تعبانة كأم، ما قدرش أشوف بنتي وهي كده، وهي أول فرحتي يعني. ولما جبتها هنا مجمع الميدان تعرفت على الأخصائية أفراح الله يرضى عليها، ساعدتني أول شيء هدأت نفسيتي أنا كأم، ثاني شيء ساعدت طفلتي يعني بنتي إنه تتابع حالته، وأعطتني هذا المغذي نوعين من المغذي على مراحل إلى أن تحسنت لله، بدأت تمشي الحمد لله رب العالمين حالتي تمام. الآن ببنتي الوسط والصغيرة عندهم سوء تغذية، والآن أتابع حالتهم لأنهم ينتكسوا ويرجعوا بسبب الحالة زي ما قلت لك. ما قدرش أشتري في حاجات زي مكملات غذائية للأطفال، ماني ما قدرش في حاجات ما قدرش أشتري لهم، وهذا أكبر تحدي بالجانب الصحي لنا. من قبل ما كانش هذا العدد موجود، سوء تغذية زايد كبير الآن. طبعاً هذه المشاريع التي تقدمها اليونيسيف للعوز الأطفال من سوء التغذية، تخرجهم من الضعف الشديد من الهزال عشان يمارسوا حياتهم الطبيعية، لأنه عندنا مهمشين كثير، عندنا كثافة سكانية كبيرة، علشان كده في عندهم سوء تغذية، والوضع كمان المادي هو اللي يوصل الناس إلى سوء التغذية. طبعاً أنا أجي هنا مجمع الميدان عشان أتابع حالات بناتي، هم يدعموني طبعاً أول حاجة بالمغذي اللي هو التغذية العلاج، فإذا مش موجود هذا المركز مثلاً وهذا الدعم الأطفال، يعني أنا من ناحيتي ممكن طفلتي كانت أفقدها وتموت، يعني لأني ما قدرش أوفر لها حاجات كثير. لكن أنا ما أتكلم مش فقط على طفلتي، على كل الأطفال، اللي هم الأطفال بشكل عام يحتاجون إلى هذا المركز، يحتاجوا إلى هذا الدعم علشان إيش؟ توفر لهم أشياء ما يقدروش يوفروها هم.